تبعني مليح. إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز أيهما يقدم؟ هل الحقيقة المعنى الحقيقي ولا المعنى المجازي؟ نسى شو دينا ودينا شو الخلاف مباشرة. وفي تعارض المجاز الراجح لغة في غاية العمق. يبغى ديني إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز الغالب المشهور فالمجاز الغالب هو الراجح على الحقيقة فتصبح الحقيقة هي المرجوحة. هذا أمر غريب، أمر غريب. المفروض الحقيقة هي الراجحة، المعنى الحقيقي هو الراجح، المجاز يسدن بعد. ولكن دقي غادي تهقي مازال من بعد نغلق القرآن وكن السنة باش نفهم. لا يمكن كما قلت لكم يا رن وأؤكد، لا يمكن أن نفهم القرآن والحديث إلا فإذا فهمنا وأدركنا أسرار اللغة العربية. مولاش لا يمكن، مش لا يمكن إطلاقا. لذلك بعد ما نغلق النصوص القرآن والسنة في قلبك وسنت نسيو المعلومة ثقيلة أنت نحويج من بعد مليح. إنه وفي تعارض المجاز الراجح مباشرة والحقيقة المرجوحة، إنه والحقيقة المرجوحة أقوال. إيه هرجو كان إمدنا أقوال، معنى هناك مذاهب وأقوال. إنه ثالثها المختار مجمل طريقة وقصيرة ميثودولوجي نسا استخدمت بليزيور فوا في كو دينا رابعها في كو الخامسها. رحم بابك يا تاج الدين السبكي نردي ثالثها عندها نظرة كنين فكرد أولها ثاني وبعدين ثالثها سيشي قرد برثي قرين وان استو كونكليزيون استو سنتيز هكي قارن كيني في فغامة تزرم ذا شو زريع روحة تغرم دفن. أنا مسفهم سور أنا مليل أرد موسني. أما كنا غدي قارب بطريقة غير مباشرة روح تغرم في مسلقي باش تفهم مواليه. وقد قلت لكم سادتي أن كتاب جمع الجوامع هو خلاصة 100 كتاب في علم الأصول، لذلك جاءت لغته صعبة جدا ولكنها حلوة لطيفة. إيه ملا ثورة إلا قد نفكذا شوي لنا في دينارة ثورة إنك كنت شرحا. ثلاثة أقوال قلنا، القول الأولى دي قال اللفظ يحمل على الحقيقة. القول الثاني يحمل على المجاز الغالب. والقول الثالث وهو المختار أكد إن ثالثها المختار مجمل، معناه مجمل لمجمل للحقيقة والمجاز حسب السياق، وهو الرأي الذي نراه منطقيا استيولوجيك ذاكي حسب السياق. خطر في كوال المعنى الحقيقي هو المشهور، في كوال المعنى المجازي هو المشهور. أولا قلت ناس القبايليت إيه نصفها معقول أنو إذا المشهور الحقيقة المجاز المجاز أكلها مشاكل. مثلا يونسيون كوني حرز ربي يخدم الخير ما شاء الله نكوسين استقبايليث تخدم الخير يير نصابه معقول وسني غير تخدم الخير نغاس يير نصابه معقول يير نفهم مية شوف غادي نير في غادي نير باللي الخير قد خدم إلا ذك ديث وشلتيك وكذا فهمي ذا المعنى وهو مجاز الحقيقة. إجر ماشي نسيدي إجر الصفا ماشي نسيدي الصفا ولكن نستخدمي تستقبيلي مجازا يغل المعنى المجازي مشهور أكثر من الحقيقي فهمي الخط يتفان وسيهنا استكاث المعنى الحقيقي هسيكنا فكث الهواء وكذا وقيل الحقيقي مي يتوسنن ذي العرف ماشي ذي النظر
هذه يروح هناك الدنيا طويلة، يروح يقيم مثلا ماشي ذا عمر تبانو سيكي نستكات يجير نصابة معقول تفهميد المعنى جماعة الخير في كوال ذي المعنى المجاز. لذلك الإمام تجد سبكينات ثالثها المختار مجملون.